السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن الربح من الفيديوهات القصيرة. شركة اليوتيوب خصصوا 100 مليون دولار لحتى يضخوها للناس يلي حتعمل فيديوهات قصيرة على قناتها، تمام؟ هاي الفكرة ليش عملوها؟ صار في تيك توك، صار في انستغرام، صار في كواي، صار في كتير برامج عم تعمل فيديوهات قصيرة وعم يستفادوا من هذا الموضوع كتير، تمام؟ فشركة اليوتيوب قالت لك نحن عم نخسر كتير ناس عنا باليوتيوب لأنه عندهم 4000 ساعة مشاهدة وعندهم 1000 مشترك لازم يجمعوهم يلي بدهم ياخدوا ويربحوا من اليوتيوب. فشركة يوتيوب قالت لك نحن نطلع براني من القصة، لا نحن كمان بنعمل ميزة، بنخلي الناس حتى لو ما لهم محققين الشروط تبع اليوتيوب اللي هني 4000 ساعة و1000 مشترك، بنخليهم يستفادوا عنا هلا من الفيديوهات القصيرة. فشو اقترحوا؟ اقترحوا انه يضخوا 100 مليون دولار ويعملوا ميزة جديدة اللي هي الفيديوهات القصيرة باليوتيوب. فهلا كل مين رح يعمل فيديوهات قصيرة عنده على اليوتيوب رح يجي عليها مكافآت شهرية، تمام؟ فكيف بدنا نعرف شو هي المكافآت الشهرية وكيف نحن بدنا نستخدم هذا الموضوع؟ هلا انا رح اشرح لكم بهذا الفيديو شو الشروط وشو المكافآت وكيف بنستلم المكافآت وبأي بلاد موجودة هي الميزة لحد الآن ومين بيحسن يستفاد منها، تمام حبايبي؟ من فضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. طيب حبايبي، هلا اول شغله شو لازم نعمل لحتى نحن نقدر نربح من الفيديوهات القصيره؟ اول شغله رح تعملوها، تمام، اول شغله رح تعملوها لازم تصيروا تنزلوا فيديوهات قصيره عندكم على القناه، تمام؟ كيف تحسنوا تنزلوا فيديوهات قصيره عندكم على القناه؟ انا عامل فيديو كيف تقدروا تنزلوا فيديوهات قصيره عندكم بالقناه، رح احط لكم الرابط بالوصف، بامكانكم تفوتوا على الوصف يلي بيحب ويشوف الفيديو كيف بيقدر ينزل فيديوهات قصيره عنده على القناه. طيب شو الشروط؟ الشروط الفيديو اللي بدك تنزله عندك القصير اللي هو مدته بدها تكون دقيقه، يعني بدك تحطه انت 59 ثانيه ونازل، تمام؟ ما تحطه 60 ثانيه، حط 59 ثانيه ونازل. هاي اول شرط. الشرط الثاني، إذا بدك تنزل فيديوهات عندك بالقناة أو عندك بالقناة، إذا بدكم تنزلوا فيديوهات لازم تكون فيديوهات القصيرة شغلكم أنتو، يعني فيديوهات ما بتكونوا جايبينها لا من التيك توك ولا من الانستغرام ولا من الكواي ولا من أي موقع تاني، تمام؟ بالإضافة الشيء اللي بتحطوه بالفيديوهات القصيرة ما يكون فيه علامة مائية لأي شركة تانية، يعني لشركة تيك توك، انستغرام، اللي غيره، تمام؟ ما يكون في عليها ولا شعار. أي واحد. اثنين، الفيديوهات ما لازم يكون عليها حقوق طبع ونشر، يعني ما لازم تكون جايبين لا فيديو من أي قناة تانية لا موسيقى من أي قناة تانية، يعني بيكون الفيديو شغلكم أنتوا عاملينه، تمام؟ تمام. ثانيا، لازم تكون منزل فيديوهات قصيرة عندك بالقناة أقل شيء يكون من 180 يوم وطالع. كيف يعني؟ يعني انت حتبلش اليوم هلا تنزل فيديوهات قصيره عندك بالقناه، تمام؟ هن بيشوفوا بعد 180 يوم مثلا انه انت منزل فيديوهات عندك بالقناه ومنزل وعم تتابع هذا الموضوع، فهون الامور انت عندك بتكون نظاميه، تمام؟ شغله ثالثه، لازم يكون عمرك من 18 وفوق. اذا بيكون عمرك من 18 وتحت وعامل حساب انت جوجل ادسنس مثلا او قناتك بجوجل ادس بيوتيوب حاطط تاريخ ميلادك انك انت تحت 18، انت مو داخل بهي الشروط. فلازم يلي بده يعمل هذا الشيء لازم يعمل حساب جوجل ادسنس بعمر يكون فوق 18 سنه مشان يحسن يربط الجوجل ادسنس مع اليوتيوب ويسمحوا له يعمل جوجل ادسنس، تمام؟ هلا في شغله،
انتو اذا نزلتوا فيديو هلا هذا الشهر نزلتوا 1 2 3 يلي هو قد ما نزلتوا فيديوهات قصيره تمام، اذا اجى اخر الشهر مثلا وما بعتوكم رساله وقال لكم انه انتم هذا الشهر طلع لكم مكافاه تمام، هذا موضوع طبيعي، بتكونوا انتم هذا الشهر اللي نزلتوا فيه ما لكم مؤهلين لسه لحتى تاخذوا مكافاه، ممكن بقى يبعثوا لكم الشهر يلي بعده تمام. هاي شغله كتير 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 مهمه كمان، انه ما في حد ادنى للمشاهدات. كيف يعني؟ يعني انت نزلت فيديو مو قايل لك انه لازم تجيب مثلا 1000 مشاهده عليه لحتى نعطيك مكافاه، لا، حاطين لك انه نزل فيديوهات قصيره وقد ما جبت عليها مشاهدات نحن بنحسب لك شو المشاهدات اللي اجت عليها الفيديوهات، ان كان 10 20 30 مليون 200 يلي هو، مو حاطيكم حد ادنى للمشاهدات او لللايكات تمام. يعني الموضوع مفتوح تمام. هنبلش هلا. هلا تفرجوا عنه هون، عم يقولوا لك انه انت كل شهر يمكن ان تحصل على مكافاه مخصصه للفيديوهات شورتس من $100 ل $10,000 تمام. يعني انت بتنزل الفيديو عندك بالقناة ممكن انك تربح انت من $100 ل$10,000. هذا الشيء كيف يقيموه؟ هن بيقيموه عندهم بقناتك، اذا كان قناتك عندك كتير ناس او في عليها كتير مشاهدات او الار بي ام تبع القناة عندك مستوى عالي، يعني بيحددوه من كتير شغلات عندك بالقناة تمام. طيب هلا بالنسبة للبلاد اللي مسموح ومفعل فيها هي الميزة تبع الفيديوهات القصيرة، البلاد هي القائمة تفرجوا عليها رح أحط لكم إياها، البلاد العربية اللي بإمكانكم تقروا البلاد العربية اللي موجودة هون، أنا مشان ما أطول الفيديو إمكانكم توقفوا أنتوا الفيديو وتشوفوا البلاد إذا كانت بلدكم موجودة بهذا الموضوع. وفي ملاحظة قايلين هني تفرجوا تحت، ملاحظة نخطط لتوسيع نطاق الأهلية لتضمين عدد أكبر من البلدان والمناطق بهذا الموضوع تمام. يعني هني رح يوسعوا هذا الموضوع، هلا اذا في هي البلاد موجوده هون، بلد العربيه مثلا ما لها موجوده هون، هني عم يوسعوا الموضوع شوي شوي بس بدهم شويه وقت تمام. تفرجوا هون شو قال لنا هون، مزيد من المعلومات حول صندوق يوتيوب شورتس المالي. كيف يمكن تاهل الاستفاده من صندوق شورتس المالي؟ كل شهر سنرسل اشعار الى الاف منشئي في فيديوهات شورتس ليطلبوا استلام مكافأة من صندوق شورتس المالي بناء على أداء هذه الفيديوهات على قنواتهم وإلى آخره. يعني هن كل شهر رح يبعتونا رسالة تمام، ويقولونا فيها أنه إذا نحن حققنا مكافأة هذا الشهر أو لا. رح أورجيكم إياها تفرجوا عليها، هي هي، أنا وصلتني هي الرسالة هذا الشهر، بس أنا ما كنت بنزل فيديوهات قصيرة بصراحة، ما كنت كتير مهتم بالموضوع، يعني ما كنت مركز بصراحة على الفيديوهات القصيرة، فجاني تفرج الفيديو الايميل اللي اجاني من شركة يوتيوب عم يقولوا لي انه صندوق يوتيوب شورتس المالي، شايفين قناة منوعات تعليمية، لم تصلك مكافأة شورتس في شهر اكتوبر، اننا نقدم مكافآت كل شهر، ننصحك بمواصلة انشاء فيديوهات شورتس وسنرسل كل شهر اشعارا الى منشئي المحتوى اذا كانوا مؤهلين لنيل مكافأة شورتس تمام. فهن شو عم يقولوا لي هون؟ عم يقولوا انه هذا الشهر ما طلع لك عنا مكافآت للأسف، فانه كرر نزل فيديوهات وزبط امورك لحتى يجيك مكافأة على هاي الفيديو. هاي اجتني بالايميل تمام، هاي بعتوا لي اياها بالايميل انه هيك. طيب هلا بالنسبة للمطالبة بالمكافأة، تفرجوا عندي هون حاطين لك من 8 ولا 10 من كل شهر، يعني من تاريخ كل اول شهر من 8 و10 لازم يوصلك رسالة، مثل اللي ورجيتكم يا هلا هي قبل شوي، يوصلك رسالة من اليوتيوب ويقولوا لك فيها انه انت طلع لك عنا مكافأة تحسن تاخدها تمام. تمام، شغلة مهمة جدا تفرجوا عندي هون، حاطيلكم ملاحظة مهمة، لن ترسل شركة جوجل مطلقا رسائل غير مرغوب فيها تطلب فيها الحصول على كلمة مرور الخاصة بحسابك او معلومات شخصية اخرى، وقبل النقر على رابط معين يرجى دائما التأكد من أن الرسالة الإلكترونية مرسلة من عنوان بريد إلكتروني ينتهي ب @youtube.com أو @google.com. يعني أي حدا بيبعث لك رسالة بيقول لك اضغط على هذا الرابط مشان تعطينا المعلومات عنك ونبعث لك المكافأة، هذا كله نصب واحتيال. أي حدا بيبعث لك إيميل بيقول لك بعتنا كلمة سر أو معلومات شخصية عنك لحتى تاخذ مكافأتك، هذا الحكي ماله مضبوط.
انتوا لازم تتاكدوا على طول انه الايميل اللي واصلكم مطلوب فيه منه معلومات، تتاكدوا من الايميل انه هون يكون اخر شيء مكتوب @google.com @youtube.com. تمام. برجو راح احط لكم مثال، هذا هو المثال. هلا مكتوب عندي هون فون يعني من يوتيوب partnerin at supported at google.com. شايفين شو مكتوب اخر شيء محطوط هون @google.com. نفس الشيء اذا كان من يوتيوب يكون مكتوب @youtube.com. تمام. هاي نقطة كتير مهمة، هاي من الايميل. تطلعوا على الايميل هون انتو بتلاقوا هون شو جايكم، الايميل من وين جايكم ولا عند مين جاي. تمام. تفرجوا هلا عندي هون كمان هاي بموقع جوجل نفسه او يوتيوب، عم يقول هون سيتلقى منشوء المحتوى رسالة الكترونية واشعارا في تطبيق يوتيوب بعد الاسبوع الاول من كل شهر لإعلامهم بأنهم مؤهلون للاستفادة من الصندوق. سيتضمن كل من الرسالة الإلكترونية والإشعار قيمة المكافأة وإرشادات حول كيفية طلب استلامها. تمام. طيب في شغلة قايل لكم اياها هون، من المفترض، هي مهمة، من المفترض أن يتلقى منشؤو المحتوى المؤهلون هذه الإشعارات بعد فترة وجيزة من الأسبوع الأول من الشهر، وسيكون بإمكانهم طلب استلام مكافأة حتى اليوم 25 من كل شهر، وإلا ستنتهي صلاحيتها. تمام. يعني أنتوا بس يجيكم رسالة بثمانية أو تسعة أو عشر شهر من كل أول شهر. تمام. بداية الشهر تجيكم رسالة أنتوا بس طلعكم في مكافأة، ففي طلعكم في مكافأة لازم قبل 25 الشهر تكونوا أنتوا مطالبين بهم مكافأة. إذا ما طلبتوا بهي المكافأة بتروح عليكم المكافأة، ما في، بتروح عليكم، ما بتضل بحسابكم، بتروح. تمام. تفرجوا هون شو كاتبين كمان. معلش سامحوني انا اذا طولت عليكم، بس معلومات لازم تعرفوها. يعني انا عامل هذا الفيديو لانه معلومات لازم تعرفوها، فما بدي، يعني سامحوني اذا عم طول. ما هو المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه من صندوق يوتيوب شورتس المالي؟ يمكن ان تحصل القنوات المؤهلة على مبلغ يتراوح بين $100 والى $10,000 شهريا. تمام. مبالغ كبيرة بصراحة، يعني ما بعرف، مبالغ فيها شوي، بس يمكن في ناس بتلحق هذا الموضوع. ويتم تعديل المكافآت بناء على موقع جمهور منشئي المحتوى، نتيجة لذلك قد تختلف بنسبة المشاهدات والتفاعل المطلوب للحصول على المكافآت من منشئي محتوى آخر. سيتم دفع المكافآت إلى حساب AdSense المرتبط بقناتك، وقبل تلقي الدفعات يتم اقتطاع الضريبة والتأكد من التزام بسياسات جوجل ادسنس والى اخره. تمام. يعني يلي بده يشترك بهذا الموضوع هلا لازم تعملوا حساب جوجل ادسنس، لازم تعملوا حساب جوجل ادسنس. واللي بيحب يعرف كيف بيعمل حساب جوجل ادسنس للناس الجداد انا عم بحكي، او اللي ما عنده فكره عن الموضوع هذا، راح احط لكم الرابط بالوصف. انا عامل فيديو كمان شارح فيه كيف تعملوا حساب جوجل ادسنس مشان هالموضوع هذا. تمام. هلا هون شركة يوتيوب قايلين لنا شغلة، شوفوا شو قايلين هون. إذا كنت مؤهل للحصول على مكافأة شورتس ولكن ليس لديك بعد حساب ادسنس، يمكننا مساعدتك في البدء. انقر على طلب استلام مكافأة، بيكونوا بعثين لك إن إشعار بيقول لك إنه حط كبيس على كلمة استلام مكافأة. تمام. في رسالة إلكترونية الخاصة بالمكافأة وشعارات إلى آخره، فحاطين لك هي الطرق اللي إنك أنت تفوت تستلم فيها إذا أنت ما عندك فكرة. بس اللي ما عنده فكره كيف يعمل حساب جوجل ادسنس صعب حيكون الموضوع، فاعملوا حساب جوجل ادسنس، فوتوا على الرابط وتفرجوا اذا بتحبوا. هلا انا مشان ما اطول الفيديو، هاي شفتوا حاطط لكم الصوره انا، اللي بيحب يتبع هاي التعليمات اتبعها ويساوي مثل المحاكيين، واللي ما بيحب مثل ما قلت فوتوا شوفوا الرابط اللي انا حاكي فيه طريقه انشاء حساب جوجل ادسنس، اريح لكم واحسن، تجهزوه اريح من هالدوامه كلها. هلا شكرا شركه يوتيوب عاملين لكم طريقه، بس انه هي حتكون فيك يعني طريقة إنشاء الجوجل أدسنس ما لها سهلة، لأنه في بعض منا كتير شغلات خطوات لازم تعملوها، ففوتوا واختصوا على حالكم، هذا موضوع إن شاء الله أحصلكم. تمام. تفرجوا هلا عندي هون مكتوب يمكن لمنشئي المحتوى المؤهلين الذين لديهم حساب مرتبط في أدسنس أن يتوقعوا تلقي الدفعة في غضون 4 إلى 6 أسابيع من وقت طلب استلام المكافآت. يعني أنتوا بس اجتكم المكافأة وفتوا وطلبتوا المكافأة وكان عندكم حساب جوجل ادسنس وامركم بخير، بدكم تستنوا بين 4 أسابيع ل 6 أسابيع، يعني شهر ونص
لحتى توصلكم الدفعة على حساب جوجل أدسنس، تمام؟ إذا لم يكن لديك حساب على أدسنس مرتبط بقناتك، سيطلب منك الاشتراك في أدسنس أو ربط حساب حالي. يعني إذا ما عندك حساب جوجل أدسنس ما فيك تاخد هاي الأمور تبعك يلي عم يطلبوها. هون حاطين معلومات كانون كذا، ما رح طول عليكم. تحت حاطي لك هون إذا كانت القناة بحاجة إلى إنشاء حساب جوجل أدسنس، قد يستغرق تلقي الدفعة وقتا أطول، يعتمد الوقت المطلوب على مدى سرعة الموافقة على حساب جوجل أدسنس وإعداد تفاصيل الدفع، وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر وتشمل ما يلي. سامحوني عم بحكي بسرعة بس ما بدي يطول، والله ما بدي يطول. مكتوب هون إرسال معلومات الضريبية، هاي معلومات ضريبية بتلاقوها بالفيديو اللي حطكم بالوصف تبع إنشاء الحساب، تعرفوا عنه كل شيء. تأكيد تفاصيل الشخصية كمان بتعرفوها كلها هاي. تحديد طرق استلام الدفعات، كمان عندي فيديوهات رح أحط لكم روابط كتير عندي بالفيديو، شوفوها إذا بتحبوا بتستفادوا منها بهذا الموضوع كلياته. تمام حبايبي، بتشكركم لحسن المتابعة، آسف إذا طولت عليكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن مشاهدات. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.